خرجنا نحن بهذه الانتفاضة الشعبية حتى إسقاط النظام الأسد وكل أعوانه وكل أتباعه من الإيرانيين وحزب الله وروسيا وحزب الكبتاجون، خرجنا لإسقاطه ولن نتنازل لحظة واحدة ولن نتراجع خطوة واحدة حتى إسقاط هذه الطغمة بكل مفاهيمها وبكل مكوناتها وبكل داعميها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. عاشت سوريا حرة أبية. يسعد صباحكم من سويداء القلب، من ساحة الكرامي، من القرية مهد الثورة، من الكفر بكورة العمل القتالي، من المزرعة مهد الأحرار ومقبرة الغزاة، من كل قرى الجبل منوجه تحية باسم كل الأحرار لأخوتنا بكل سوريا، ونقول لهم وجعكم وجعنا، نحن وياكم شركاء الدم، نحن وياكم عانينا ما عانينا خلال 50 سنة من سطوة هذا النظام المجرم اللي قصف سوريا بالطيارات وبالبراميل وبالكيماوي وهجر أبنائنا وأخوتنا لكل أصقاع الأرض. نحن وياكم أخوي، نحن وياكم شركاء بالدم، خسرنا الكثير وظلينا مرهنين لآخر لحظة. كل يوم يطلعوا لنا بقرارات تعسفية تزيد من امتهان كرامة الناس، وآخر القرارات الجارة كانت من خلال القرارات الأخيرة اللي صدرت مع 10 أيام، قامت السويد هبة رجل واحد لنصرة أخوتها بسوريا. ساحة الكرامي ساحة الشرفاء والأحرار. نحن حابين نوجه رسالة لكل الشعب السوري بكل مكوناته وبكل أطيافه، إنه السويدة لما خرجت السويدة كان شعارها الحرية ورايتها الحرية. السويدة قالت كلمتها والحرية رايتها. هذا العلم الوحيد اللي بيجمعنا، علم الحرية من كل نظام مستبد متسلط سلط على الشعب السوري كاملا أجهزته الأمنية. نحن طالعين لنرفع صوتنا بالعالي ونقول سوريا واحدة موحدة، لا للانفصال ولا للانفصاليين. نحن مطلبنا واضح.